بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد أولا، ولك الحمد آخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم لك الحمد حمدا يوازي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد على أن أذنت لنا بدخول بيتك، لك الحمد أن أذنت لنا بالوقوف بين يديك، لك الحمد يا ربنا أن أذنت لنا بدعائك. سبحانك لو لم ترد إجابتنا ما ألهمتنا الطلبا، سبحانك لو لم ترد إجابتنا ما ألهمتنا الطلبا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تغفر بها ذنبنا وتقضي بها ما أهمنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تصل إليه وتوصلنا إليه وتجمعنا بحضرته وتحشرنا اللهم في زمرته وتحت لوائه. اللهم فرح بنا قلب نبينا، فرح بنا قلب نبينا، أقر بنا عين نبينا، أحينا على سنته، توفنا على ملته، احشرنا اللهم في زمرته وتحت لوائه. لا تجعلنا ممن بدلوا وغيروا من بعده، لا تجعلنا ممن بدلوا وغيروا من بعده، لا تجعلنا ممن بدلوا وغيروا من بعده. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفظ، وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نخاف عذابك، نخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا، واقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تول أمرنا، تول أمرنا، تول أمرنا،
أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا، وهذا ذلنا، وهذا تقصيرنا، وهذه ذنوبنا ظاهرة واضحة بين يديك. فعاملنا يا مولانا بالإحسان، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الإحسان منك وإليك. جئناك يا ربنا في بيتك، ضيوفك على بابك يا رب، ضيوفك على بابك يا رب، جئناك بذنوب كثيرة، جئناك بذنوب كثيرة، جئناك بالغدرات، جئناك بالفجرات، جئناك يا ربنا، أتيناك يا ربنا وقد أثقلتنا الذنوب، وقد أثقلتنا المعاصي يا رب، يا رب، يا رب، أثقلتنا الذنوب والمعاصي، أثقلتنا الذنوب والمعاصي، أرهقتنا ذنوبنا، أرهقتنا ذنوبنا يا رب، أرهقتنا ذنوبنا يا رب، أرهقتنا ذنوبنا يا رب. اللهم إن ذنبي لم يبق لي عندك جاها ولا للاعتذار وجها. يا الله، يا الله، يا الله، اغفر يا رب، يا غفار، يا غفور، يا غافر، اغفر لنا يا رب، سامحنا يا رب، سامحنا يا رب، سامحنا يا رب. اللهم إنك تعلم أني ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بجلالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لنظرك مستخف، لكن غرني بك الغرور، غرني بك الغرور، ونفسي الأمارة بالسوء، وسترك المرخي علي، فعصيتك بجهلي وخالفتك بفعلي، فمن عذابك الآن من يستنقذني، فمن عذابك الآن من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. يا الله، يا الله، يا كريم، يا كريم، يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنوب خلواتنا، اغفر لنا ذنوب خلواتنا وتتابع آثامنا، اغفر لنا، اغفر لنا الغدرات، اغفر لنا الفجرات، اغفر لنا يا غفور، اغفر لنا يا غفور، اغفر لنا يا غفور، يا غفار اغفر لنا يا رب، يا غفار اغفر لنا يا رب، اغفر لنا يا رب، اغفر لنا يا رب، سامحنا يا رب، سامحنا يا رب. هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى، يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى. اللهم كل من حضر هذه الصلاة أو أمن على هذا الدعاء وفي صدره من الهموم والغموم ما لا يعلمه إلا أنت، اللهم فرج همه، اللهم فرج همه، يا فارج الهم، يا فارج الهم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم فرج هم المهمومين، فرج هم المهمومين، فرج هم المهمومين،
فرج همنا وهم المهمومين، اقض الدين عنا وعن المدينين، اقض الدين عنا وعن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، أحسن خلاص المسجونين، نج عبادك الموحدين المؤمنين يا رب العالمين، اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا، اللهم فرجا قريبا ونصرا عاجلا، اللهم فرجا قريبا ونصرا عاجلا، اللهم فرجا قريبا ونصرا عاجلا يا رب العالمين، اللهم فرجا قريبا ونصرا عاجلا، اللهم أدركنا برحمتك، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة يا رب العالمين. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسألك أولادنا، نسألك أولادنا، نسألك أولادنا، ربهم لنا يا كريم، ربهم لنا يا كريم، اصطنعهم لنفسك واصنعهم على عينك يا رب العالمين، وأعنا على تربيتهم واجبر تقصيرنا في حقهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اجز القائمين على هذا المسجد خيرا، اللهم اجزهم عنا وعن المسلمين خيرا، اجزهم عنا وعن المسلمين خيرا. اللهم اخلفهم في أموالهم وأولادهم وأوقاتهم وصحتهم خيرا يا رب العالمين. اللهم اجزهم عنا وعن المسلمين خيرا، واجعل هذا المسجد منارة يهدي الناس إلى سبيلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين.